تتواصل فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت فعالياته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 30,000 شخص على مستوى العالم و170 وزيرا من مختلف دول العالم. وتقام أعمال الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.